احنا بترد الروح فينا لما نشوف فارس مهنة المحاماة وفارس اتحاد المحامين العرب، وبترد الروح فينا في فلسطين لما نشوف هاي الوجوه الطيبة اللي صاحب الأصالة. زملائي يعني أول اسمحوا لي أن أبدأ، لا حجة لغياب أي عضو أمين عام أو نقيب مهما كانت الأسباب، لأنه اعتداء على أرض عربية يعني أولى أن يكون في هذا الاجتماع أولى، ولا حجة لمن كان وخاصة للأمين العام. هذا بداية. ثانيا أقول بكل صراحة فورا رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، يجب إعادة سوريا إلى حضن الجامعة العربية فورا. بعدين احنا رسالتنا في الاتحاد أن نوصلها مش لأخواننا ولا الشعب المصري ولا الفلسطيني، يجب أن نوصل هذه الرسالة بكل وسائل الإعلام وبما يؤثر أن هناك موقف نقابات، موقف اتحاد، يجب أن نحرك حتى الشارع العربي. نقابة بتحرك يعني نقابة المحامين في تونس حقيقة عم تغير، غيرت أوضاع كثيرة. إحنا باتحاد إن أمل كبير أن نستمر بهذا النهج، والاعتداء على سوريا هو موجه ضد فلسطين. أي اعتداء على إحنا عمقنا في فلسطين هو عمق العربي، ما إلنا إلا العمق العربي والإسلامي. الأقصى يا أخوان الأقصى، أكثر من هيك يوميا يقسم. الله أكبر، أين صلاح الدين ومعتصماه؟ الله أكبر، يعني أطفال في فلسطين يتحدوا الاحتلال. والله عنا أمل، سنصمد في أرضنا وسنصمد مع كل الدول العربية ومع شعبنا في سوريا، وسنقاتل مع سوريا كما نقاتل في فلسطين. والسلام عليكم.